كيدير المطور مهمه هي شركه بدات في 2009 من 2009 ل 2015 زمان ربما يجيكم طويل ولكن الزمن احنا استغلينا وخدمنا عليه خدمنا في الانتاج ديال الشركه في لا كونسيبسيون ديال لو سيت ديال الموقع ديالنا ديال لا بلاتفورم في لي زيد في لي سيرفيس بزاف الحوايج اللي داروا خلاو الناس يثقوا فينا اللي كنتكلم على الناس كنتكلم على المستثمر ديالنا اللي تاب في موتور بوينت اللي هو بازي في ماليزيا وهنا كنتكلم على المستثمر اف دي بي. دابا بغيت نتكلم لكم على موتور بوينت من ناحيه اخرى او من زوم اخرى اللي هي لا ستارت اب وستو ستارت اب ويب. ملي كنتكلموا على الويب وعلى الديجيتال كنتكلموا على الكرياتيفيتي كنتكلموا على الانوفاسيون. هادشي علاش حنايا تقريبا كل يوم او لا كل سيمانه او لا فيما كتحنا الفرصه يكون واحد الاجتماع ديال ليكيب كامله ديال موتور بوينت لان كنامنوا ان كل واحد عنده القيمه المضافه ديالو واخا ماشي في المجال ديال الخدمه ديالو. الانوفاسيون عندنا ركيزه مراكز ديال موتور بوينت. هادشي علاش كنامنوا ان لو سيت ديالنا خصو يكون مطروح بشكل جديد بشكل فيه بزاف ديال الكرياتيفيتي. هادشي علاش كنفكروا ان لي ستارت اب ميتين كنفكروا ان الريونيون ديالنا يكون كيوالو اون ستارت اب في 2016 واللي كتشوف باللي النجاح ديالها معتمد على لا فالور اجوتي على الرصيد ديال كل واحد فينا سورتو كو ليكيب ديال الموتور بايما 100% جون. النقطة المهمة اللي نقدر نتكلم عليها هي اليوزر اكسبيرينس. كيف ما كتعرفوا المغربي حاليا يعني تعرض للانترنت دوبي بزاف ديال الاعوام سكي في انه كون واحد المهارات معينة واللي كيتعرف يتعامل مع الانترنت يعني الطريقة باش كيتعامل مع الانترنت ولات عنده سهلة. لذلك الموقع ديالنا موتور بوينت كيحاول ما امكن انه يتفاعل مع التجربة ديال لي فيزيتور ديالنا ويكون في يعني كي بروبوزي دي سوليوشن كي بروبوزي ميم لو سيت ديالو كيفاش مصوب لي زوبسيون اللي كان بروبوزيو ميم لو شوا ديال كولور كنحاولوا ما امكن اننا نكونوا عند حسن الظن ديال فيزيتور ديالنا. موتور بوينت ما بقاش موقع متخصص في لوكازيون فحسب كنتكلموا دابا على نوف حتى هو لكن الراي ديال المجموعه ديالنا ديال ليكيب ديالنا كان ذكي في المعالجه ديال هاد لو سيرفيس اللي بغينا نقدمو او الخدمه اللي بغينا نقدموها للزبون ديالنا. بما ان الزبون شنو غيخصو غيخصو يعرف معلومات على السياره غيخصو يعرف الثمن ديالها والامكانيه انه يقارن جوج ديال السيارات باش يعرف ان واحده فيهم ينزل او ثلاثه او اربعه. والمهم بشكل كبير هو انه يجرب السياره قبل ما يشري. هادشي علاش اللي بغينا نلونسيو او لا بغينا نخدمو على لا سيكسيون 9 في موتور بوينت اختارينا اربعه ديال الخدمات لو كومباراتيف لو تاريف لادريس ديال لو ريزو لان الانسان ساكن في مدينه اللي هي ربما ماشي كازا ولا الرباط انا بغي يعرف اقرب كونسيسيون اقرب محل يقدر يشري منه السياره اللي هو ناوي يشريها. والاهم هو لو تيست درايف الخدمة اللي كنحاولو من خلالها أننا نقدمو للزبون إمكانية أنه يختار ويريزيرفي السيارة اللي بغا يشريها من خلال موتور بوينت. إي سي سامبل كيعمر الإسم ديالو الكنية ديالو نمرة التليفون لو ميل السيارة اللي بغا يختارها ومن بعد كيتصلو به الشركة المسؤولة عن بيع هاديك السيارة كينصفو معاه وبيع موفقة وبالصحة. هذه هي البداية كنتمنى لكم أنكم تبقوا معنا وتتابعونا لأنه كاين الخير وكاين المزيد.